على الأقل دائما أنه تدخل ديارنا باش نستفيدوا بأفكاره بعلمه. سعيد جدا باستقبل الدكتور يوسف صديق، أهلا وسهلا، مرحبا بك. لبيت عايش ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، يقول أبو الطيب المتنبي. وخل جهالتي بالجهالة ينعم. الرجل الجاهل رايض لا بس عليه يعيش، بنحترمه على خاطر ما نلقاش الفرصة باش يقرأ ولا حاجة، ما عندي شيء ضده، لكن رايض. نحن في عصر يتكافأ فيه الجاهل مع ذو العلم، حتى لا أقول بأنه أحيانا الجاهل نستمتع به أكثر من العالم، وصوته أعلى من صوت العالم. مصيبة فعلا. تقول أنا ليش كنت نكتب؟ أنا نكتب للناس بصفة عامة من غير حتى اسم ولا بلد معين ولا فئة ولا أي إنسان يتفضل وينعم علي بأن يقراني، أنا نكتب له مهما كان عمره ولا اسمه ولا لونه ولا عرقه ولا نفرح برش كيف نلقى واحد في بلاد ما نعرفهاش وما كنتش نتصورها لقيته قراني ولا يبعث لي ويشعرني بأنه قراني. يوسف الصديق تقول لو كان كنت مغروب حاجة أخرى خير. لا 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 أنا شربحت منه الشيء اللي تعمل فيه. شيء ما ربحت منه، اللي أنا نعتقد اللي ما يتعدى عليا شيء. نتصور أني مستكفي بنفسي قبل كل شيء، مانيش قاعد نلعب في ماتش مع أي أحد ولا مع أي شيء، وإنما راضي على نفسي، وهذايا من الفلسفة. ظن رضاي على نفسي جاي من فلسفة، ونعرف اللي الدنيا سنوات معدودة مهما كان، أنا حتى 90 100 سنة ديما سنوات معدودة، وهالسنوات هذه ما يخرج بها الإنسان حتى شيء إلا أنه تبين له أنه الحياة باهية والموت لازمة بعد عمر طويل. باش تحب الشعب هذايا يتذكرك ويقول عليك مر بيننا يوسف الصديق فكان شخصا كمل الجملة. أنا ما عمل حتى شيء شرير للناس وما ضر حتى حد، نتمنى نتصورش اللي أنا ما ضريتش، نتصور يمكن ضريت. البعض يرى في أفكارك الشر بعينه، البعض يقول أنه أفكارك شريرة. اللي كان يحلوا شوية نعتقد اللي يطلعوا غلطين، كان ضريتهم شخصيا ولا ضريت الأشنع من هذا ضريت بلادي يحسبوني، أنا ما نتصورش. زعزعت ثوابتهم. لا رأيي هذاك كما هو، ينجم يزعزع ثوابتي وما نتغشش. عندي ثوابت زاد أنا، يجي يقول لي أي حاجة ما نتزعزعش، ولذا يكون كيف حليم يتصور أنه موقف ويمكن أنا مخطئ فيه. يمكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال اللي أنا راني نقول في حاجة يمكن تصيب يمكن تخطي، ورأي صواب ويحتمل الخطأ. معاه كما جرأتك كذلك في التحليل، أحيانا يلام أنك يقولك خليها للأكاديميات، لأنك أنت اليوم تطلع في التلفزة وتصرح بأفكار البعض يراها بأنها تخلخل ثوابت الأمة الإسلامية. أنا نقول لك اليوم في كل حوار ليك تهدد بالسحل، تهدد بالاغتيال، تهدد. خلينا نذكر الناس اللي كمان هكا، ونذكرك أنت اللي تلقي السؤال، ولو نعتقد اللي سؤالك استنكاري، معناها ما تعتقدش في محتوى السؤال ما تسألني فيه، لأنه السؤال يسأل عندك الحق. نذكرهم أنه في عز الكنيسة المسيحية جاء واحد قال لا الأرض ماهيش في هي مركز العالم، قامت القيامة وهدد بالقتل، بالقتل الشرعي معناها بالقتل، وتلميذه قتل، وتلميذه بعد قتل وحرق، لكن بعد طلع عنده الحق أنه الكواكب أكثر من هكا. وبالعكس توا الكنيسة تفتخر أنه مثلا ماشي 4-5 نجوم، ثم آلاف المليارديوات من نجوم. يوسف أنت جاليلي الدين الإسلامي؟ لا لا لا، لأني جاليلي ولا نبليتال، أنا يوسف صديق. كان ثم حاجة قلتها مهمة، تو بعد 3 قرون يقولوا يوسف صديق متاع إيطاليا ولا متاع مالطا ولا متاع المغرب متاع الجزائر ولا حاجة، يمكن.
أما توا أنا يوسف الصديق إنسان عادي بسيط أصيل توزر منتسب للوطن التونسي مفتخر بذلك وكهو. شوف ما نحبش ندخل في هذا الجدل التكفير إلى غير ذلك، قيل فيه الكثير ونخاف عليه كل مرة بعد كل حوار. باش أسألك في موضوع يمكن أحيانا يجوني صغار يسألوني أسئلة تتعلق بالله وأحيانا أسئلة غيبية، ردود الفعل عادة في المجتمع التونسي إما العنف أسكت حرام وإلا التجاهل، إجا ولدي نهزك للسينما ولا تفرش في التلفزة، أو الكذب نكذب عليه نخترع له حكاية. لما يجيني صغير يقول لي أنا خلقني الله، فمن خلق الله؟ شو نجاوبه أنا؟ أخويا محلاهم الأولاد صغار، وأنا عندي ممارسة جبت أربع أولاد تعذبت فيهم حتى الـ 18 سنة على الأقل، أنه بالأسئلة هذه بالأخص كبدا أقل من 7 سنين 6 سنين وكل من هذه الأسئلة هذوما مهمين جدا ويخلي الوليد كما يقولوا بالدارجه التونسيه فرشك. شو نجاوبه؟ فرشك. شو نجاوبه؟ هذا حيرة اب حيرة ولي يقول لك يا اخي انا جيت ما فما شكون خلقني؟ اي واللي خلقني شكون خلقه؟ اي 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 سؤال عظيم هو تنبك الفلسفه. ارسطو سالوا الكبار سالوا شو نجاوبه؟ ذاك علاش نشيخ انا كي ولد وليد صغير يجي يحل في راسه هل المفهوم هذا اللي هو مفهوم مارسته الفلسفه بكذا، نقول له حاجه برك يا فلان اسمه الوليد سميه رامي. رامي يا رامي، في كل الديانات مش كان في الاسلام ربي موجود بذاته، مثلا حتى حد عمله موجود بذاته هو سبب نفسه، يقولوا بالصعيب علة نفسه، هو اللي جاب الوجود، هو اللي جاب روحه، وهذاك هو الباقي كيفاش؟ هذاك هو الإيمان، كان تمن به تنجم تمن بإله معين، وثم التصور، التصور ثم شكون موجودة في القرآن أنه ربي عنده دين، يد الله فوق أيديه. هذا كان بالنسبة للعامة، خاطر العامة ما تصورش، واحد ما يشدش طين وبيديه وبصوابعه والكل، حاشا ربي أنه، وثم واحد آخر يعتقد اللي هو نور موجودة في القرآن، الله نور السماوات والأرض، ومن بعد كي توصل يا رامي، كي توصل أكثر تمشي بقعة أخرى باقي موجودة في القرآن، زايد باش تحب تتعرف عليه، ليس كمثله شيء. زيد ولذا امن به وكهو. يقول لي ما هو شكله؟ ما يتشافش؟ هو روح؟ هو ما شكله؟ ما هو شكل هو الله؟ هو روح سعد، على خاطر احنا اللي ارواح قال علينا نفخت فيه من روحي على ادم. اذا فهو روح. اي فهو روح لتعطي الارواح الكل بالنفخ. عنده يدين، يقول كيف اتمثله؟ التمثل هو انه عنده حدود، انا اتمثل مثلث. ما في المكتب تقرأه مثلث وتقرأه المربع. مربع عنده حدود معينة، هو الإله اللي موجود بذاته ما عندوش حدود، ولذا لا شكل له ولا تمثال له، وذاك علاش تحريم الأصنام. الأصنام عنده كتف وعنده إذا كان امرأة عندها ثديين وعندها خصر وعندها كذا، هذيك الشكل متاح، والشكل يعني حدود. كي نخرج من حنكها أنا نمشي لبقعة أخرى، نمشي لأذنها، نمشي لحاجة أخرى، لكن الله ما عندوش حدود، إذا ما عندوش شكل. هو يسع الكون ويشوفنا الكل. هذاك هو بعد ليس كمثله شيء يقول وهو السميع البصير. هل مس باب الكفر عندما نفكر بهذه الطريقة؟ يعني لما يجيني الوليد صغير يقول لي شكل الله، شكون خلق الله؟ ردوا بالكم الأولياء، وأنا نتكلم فيكم كولي توا، ما تكلمونيش أنا كإنسان، نحب وليداتنا الكل وليداتكم الكل يطلعوا عندهم صفاء نفسي وسكينة. ردوا بالكم من هذا، إما يطلع لك مختل نفسانية ولا يطلع لك اللطف متطرف. متطرف أنه شديت حاجة أنا صورة ولا فكرة متاع ربي نولي نضرب عليها الناس ونتعنف البشرية كان ما يمنوش به. هذوما الزوز أخطار اللي تخلي ولدك يسأل السؤال. أنا والدي مؤمن كبير من عمره 9 سنين يصلي، نهار من نهارات جار عد ومطر كيما إن شاء الله تجينا قريبا، مطر كبير ياسر
وانا البرة حار وين مشى وين مشى وين مشى باش نلقى عذر، وانا عمري 6 سنين ولا 7 سنين نلقى عذر. انا دخلت قالوا لك وينك يا فلان؟ قلت له سامحني سيدي، انا في الثنيه والرعد والكل وقابلت ربي. ماتوا بالضحك يا اخي، ولاو يتندروا بها شكون لابس عنده كشطه، نقول لهم عنده كشطه وعنده كذا وكذا، ولكن حتى واحد ما فكر انه يعنفني. فكروا في طفل صغير خاف من الرعد، خاف من الكشتاء، خاف من العقاب انه كان هامل في الشارع وباش يعطيه تريحه. يا اخي تصور حاجه، شنو هو الحاجه؟ انه تشرف بملاقات الله عز وجل. اذا يسالني ولد صغير يقول لي اذا كان الله هو العادل، علاش يخلق في ناس لبس عليها وناس فقيره وناس مرضى؟ شكون هالوليد؟ رامي. رامي باقي رامي. شوف رامي، باش نفاجئك ونفاجئ والديك واهلك، ربي مش عادل. ها نقول لك علاش، حاجة بسيطة جدا تعرفها أنت وسهلة بالنسبة لك أنت. عمرك سمعت واحد اسمه عبد العزيز، ربي عزيز، عبد الرؤوف، ربي رؤوف، عبد الرحمن، ربي رحمن، عبد الله، الله بيدو. أما عمرك سمعت عبد العادل؟ ما ثماش. عبد العادل ما ثماش، علاش؟ أنت مش نقول لك علاش. أنت عندك 7 قطط شريت لهم اللي ياكلوه هذاك أنت الحيوانات، وقلت عدلت بين قطاطسي. غلط، ما تنجمش تعدل بين قطاطسي، خاطر ماكش قطوس تعدل كي تبدا انت طرف. اما ربي مش طرف. ربي مش طرف، ربي كيما انا والقطاطس. القطاطس حاجه اقسط بينها، تسمع بواحد اسمه عبد المقسط. عبد المقسط موجود، المقسط هو اللي خارج التركيبه ويعدل بين اللي هو اللي هما خارج تركيبته. اليس ظلما عندما لا يعدل الله حسب كلامك؟ وما الله بظلام للعبيد. معناته انا كي تخلقني مثلا ناقص حاسه وتخلق غيري لبس عليه وعنده كل الحواس وعنده المال والثروه والجاه، وانا تخلقني فقير معدم. هذه نظره تتسمى صغيره، شديت انت مستطيل ولا مثلث ولا حاجه وشفت بها حولك، ثم شكون يطلب؟ ما هو انا رامي يسال فيا شنو نجاوبه. اي ها مش غير. اما وسع النظريه، وسع. كيف توسع النظريه تلقى انه ثم 50,000 طريقه باش العالم هذا يكون موجود، لكن ربي عمل حسابات نتاعو انه احسن طريقه في عمله العالم، احسن طريقه في عمله العالم انه يكون ثم معادله، معادلة بين الخير والشر، معادلة بين الفقر وبين كذا. أما كانش، إذا كان مش يخلق كل، ما نجمش يخلق الحاجة اللي هي بكيفية واحدة بنوع واحد ما تحركش. يلزم يكون باش يتحرك العالم يلزم يكون اختلاف، يلزم يكون تناقض. علاش أنا علاش أنا يردني السيء؟ علاش أنا يردني الفقير؟ علاش أنا يردني؟ هو علاقته مش أنت، علاقته بالعالم. ما هوش عنده علاقة معاك. أنا شامت فيك يا هادي، شامت فيك باش نفقرك. لا، هذاك التصور نتاع كأنك تحكي مع عباد، هذه مش علاقة بين العلاقة بين ربي. هو عنده عالم كامل، عنده معادلة، عنده عملية حسابية يلزم يكون فيها كل شيء متوازن. إذا أنا ما نصليش ربي باش يدخلني النار، أنا ما نحبش ندخل النار، يلزمني نصلي. لكن الصلاة هي شكر لله على نعمه. أيحتاج الله إلى شكري على نعمه حتى يدخلني للجنة؟ ربي يقول العكس، يقول والله غني عن العالمين. علاش ينجم يدخلني للنار لأني ما نصليش؟ تارك صلاتي في النار. ما قالهاش. راي حديث هذه. أي؟ احنا توا نحكيه على كلام ربي. في القرآن لا توجد عقوبة لتارك الصلاة؟ أبدا. ما ثماش. ثم حاجة، ثم حاجة تنفي الخوف نتاعك ولا الخشية نتاعك، هذه اللي عبر عليها واحد من الأولاد، هي أنه مستعد يغفر الذنوب جميعا. عندك اسمين من أسماء الله ما فيهمش ألف ولام، ما تنجمش تعملهم ألف ولام، وهما صورتين في القرآن، فاطر وغافر. غافر على خاطر كل لحظة أنا نذنب، كل لحظه ثم واحد في الدنيا هذه حيوان ولا انسان ولا بشر قاعد يذنب، وربي
بدون انقطاع ما يقفش هو يغفر له. هذاك على شو اسمه غافر مش الغافر. ولذا فاطر، فاطر كلمة ماذا بيكم تعرفوها حتى الصغار مسارس. فاطر هو اللي يقسم كل شيء، يختلف كل شيء، يختلف الليل والنهار، اللوطة والفوق، اللي صار واليمين. مثلا سيدنا إبراهيم يقول ربي الذي فطرني، فطرني ايش معناه؟ ردني أنا الوحيد اسم إبراهيم وعندي بصمات هذوكم وعندي كذا وكذا، فطرني. وربي فاطر خاطر ديما قاعد يخلق في الاختلاف كل لحظة، ما يقفش. كان يقف نعمل له ألف ولامة. الإسلام مبني على فرائض دينية، والفرائض الدينية هي أركان الإسلام. أي؟ أركان الإسلام أليست هي مفاتيح الجنة والنار؟ مفاتيح الجنة والنار أليست هي الإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج لمن استطاع إليه سبيلا؟ ننتقل من حاجة إلى حاجة، من الاعتقاد والإيمان للعبادات. العبادات هو التزام بدين معين، سواء الإسلامي طبعا ولا المسيحي ولا اليهودي ولا البوذي ولا كذا. هل ندخل كلنا نفس الجنة؟ لما يسألني اليوم رامي يقول لي هذا مسيحي، هذا يهودي، هذا مسلم، هذا يعبد، وهذا في الكنيسة وهذا في المسجد، سنلتقي في نفس الجنة؟ سؤال زاد هذا غيبي يدعي الإيمان، واللي باش يقول لك بالضبط الجواب شنجيبو. راهو قاعد شنجيبو ديني يقول لي لا، الجنة للمسلمين. ما نتصور. شوف ربي يقول في البقرة، يقول إن الذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ومن عمل صالحا، في الأخر بكله كله من عمل، كل من عمل صالح فلهم أجرهم يوم القيامة، ولهم يرجعهم عند ربهم يوم القيامة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه في البقرة. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما تخافش عليهم. يعني هم الناجون من النار. ومن عمل صالحا، ثم شكون يقراها؟ وبرشا أئمة يعارضوني في هذايا، أما أنا شد صحيح أنه هل اليهودي صحيح، واللي آمن مسلم صحيح، والصابي صحيح، والمسيحي النصراني صحيح، هذوما كلهم وزيدهم واحد ما نعرفش على دينه شنو، وعامل صالحا. ملحد وعامل صالحا هو في الجنة؟ بالنسبة لربي يغفر الذنوب جميعا، حتى ولو كان لا يؤمن بالله. يا ولدي قال لك جميعا. هل تتسع الجنة لملحد؟ يغفر الذنوب جميعا. شنو هو الإلحاد؟ الإلحاد راهي كلمة ما عندها حتى معنى، عندي أنا والعرب في القاموس. لا يؤمن بالله. الحدا جاية منها اللحد، هي تخبي حاجة، ما تعترفش بحاجة. الحدا كما يقول لك الحوت، الحوت هما كالحجيرات البلات اللي يحطوهم اللطف عليك على القبر باش قبل ما يدفنوا الميت، قبل ما يحطوا عليه التراب، هذاك هو اللحن. يعني إخفاء مزايا الله وإخفاء النعم متاعه، هذاك هو الإلحاد. بينما الإلحاد باللغة الفرنسوية أنه لا ربي ما ثماش. ما نتصورش واحد مفكر يقول ما ثماش قوة معينة. أنا بالنسبة لي تبعت فيلسوف اسمه سبينوزا يقول الله هو الطبيعة التي لا تفتأ، نهار كل تخدم، طلع في الموز وطلع في الواحد وطلع في الأمراض وطلع في كذا، وهي تخدم وتصلح وتعمل، تدور في الكون وطلع في الشمس، طلع في الكون. لكن هناك فلاسفة ملحدون لا يؤمنون بوجود الله، لأنه يؤمنوا بوجود طبيعة هي الله، وراو ما همش غالطين. يقول لك أنا إذا كان ما عندوش حدود، الحدود متاعه هو العالم. هو واحد كيما سبينوزا يقول الله وأعني الطبيعة. لهنا سؤالي هو واضح، يجيني طفل صغير يقول لي الملحد من لا يؤمن بالله هل له مكان في الجنة، ماذا أجيبه؟ أن أجيبه أنه ربما يغفر له ذنوبه إلا أن يشرك به. هو ما أشركش به، ما أشرك، وما أشركش به. أشرك الملحد قال ما فماش ربي، قال إيه ما فماش ربي. بالنسبة لي يمن بأنه الطبيعة هي تحل محل الله. وهل يقبل الله أن تحل محله الطبيعة عندما أن الله هو من خلق الطبيعة؟ شوف راهي مسألة كلمات، كلمة الله نفسها كلمة أنا عملتها بشواربي ولساني وكل عملتها، ووردت في القرآن الكريم، كل شيء ذو ورد في القرآن. نقصد أنه الكلمة هذه أنا عملتها، كيف نسميها الطبيعة
ونحترمها لكن ونقدسها الله, الله ونقدسها ونحترمها ونعمل لها طقوس ونعمل لها كذا كيف لكن كيف لكن في القرآن الله سماها الله لم يسميها الطبيعة. استنى وشنو هو الله؟ ها باش نقولوا للاولاد الصغار الله راهو مش اسم علم كما طاهر وحبيب لا هو موجود قبل كل شيء وقت اللي كانوا في الشرق القديم قبل الإسلام كانوا يقولوا هو اللي هي حرف الإشارة اللي في هذا كلمتين هذا واليهود التوى عندهم الهاء حرف الإشارة وحرف الأول هذاك بتاع التعريف وإحنا عندنا ال حرف ال رجل كي تقول رجل نعرف عليه أنا وين رجل في أستراليا ولا في القطب الشمالي ولا في مدنين ما نعرفش أما كي تقول الرجل أنت ديجا عملته مخلوق ربي خلقه الرجل ولا القط ولا الشجرة أما شجرة نعرف عليه أنا فين ولذا الأل هذايا هو كان إله في الشرق كان إله اسمه أل ولا الوقت ذاك كيف جاءوا اليهود سموه إلوهيم يعني مجموعة حزمة القوى الطبيعية حزمة القوى الطبيعية اليهود التوى الإله متاعهم جمع إلوهيم اسمه إلوهيم لهذه ساعة ما عندهمش إله واحد عندهم جمع حطوه في مجموعة واحدة ولا يعتبروه موحد لهذه الساعة يقولوا إلوهيم وإلوهيم هي موجودة في اللهم نتاع اللي كانوا الحجيج قبل الإسلام يقولوها اللهم لبيك موجودة قبل الإسلام به هذه أسئلة الأطفال وإن شاء الله اليوم الأولياء يعرفوا كيفاش يحكيوا مع صغارهم في أسئلة بهذه الحساسية على الأقل العنف والتجاهل ما يلزموش يكون موجود لا 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 ردوا بالكم من العنف والتجاهل وثم ما تمشيوش للعنيف العنيف هو متاع العقاب متاع في سلسلة طولها 70 ذراعا وضربوه وكذا وكذا ماذا بيكم ليش لأنه الطفل مازال ما عملش حتى شيء مازال بريء أنا قريتهم في الكتاب ما أثروش فيا معناتها كنت مخافا خذوه فغلوه وسنصف عن بالناصية ناصية خاطئة كنت مخاف ما يحفزك ذلك على المعصية تقول ذلك العقاب ما يلزمنيش نوصل له فرد بالي باش ما نعملش المعاصي لا بالنسبة لي أنا الطريقة هذه في التربية مش به بالعكس معناها الطفل علمه أنه الأصل هو في السعادة والأصل في أنه تعيش مليح لأنك تستحق الحياة به باش نسألك وقل لي مقبول ولا مش مقبول مجموعة من الأسئلة السريعة استهلاك المواد المخدرة مش به غير مقبول غير مقبول مثل ماشي حاجة أعز من العقل وإذا كنت تخليها في ولدك وتمنيها في بنتك وتنمو معها ما تخاف من شيء القروض مقبول ولا مش مقبول القروض البنكية يعني القروض البنكية معناها بالفائدة بالفائدة إيه في القرآن أحل البيع وحرم الربا واضحة معناها ربي أحل البيع وحرم الربا واضحة معناها ما فيهاش حتى كلام احنا في عصر اللي تفادي على صعيد الدولة ولا على صعيد المجتمعات ولا على صعيد الجماعات ولا حتى على صعيد الأفراد تفادي الانتفاع من القروض ولا صعب جدا ولا صعب جدا ولذا كما باش نغيروا طرق الزكاة يجب نغيروها باش تمشي للجباية وباش تمشي لتعبيد الطرقات وبناء المدارس وكل كما هذا يلزمنا نفكروا في حاجة لأقل شكلية خذيت قروض؟ أنا في فرنسا خذيت قرض باش نشري دار بتاعي ألم تعتبر ذلك معصية؟ إيه نعتبره بالنسبة للي أحل البيع وحرم الربا لابد من الاعتراف من هذا الناس اللي تحب تكون جنازتها بالموسيقى والأغاني مقبول ولا مش مقبول؟ رأيي الشخصي لا مش مقبول معناها كيف نقول مش مقبول معناها عديم الذوق بالنسبة لي ثم طريقة في تقبل الموت وفي تشييع الميت اللي ما هيش حكاية حضارة ولا حاجة وإنما حكاية نفسية وحكاية
تأبيد الذكرى متاع الشخص العزيز عليك اللي توفى، تأبيد ذكراه بأن تخلي له أكل الحفرة اللي خلاها في ذاتك، تخليها ديما موجودة وديما قائمة وديما نقصت شوية من عمرك أنت شخصيا كيف مشات والدتك ولا والدك ولا اللي يحب جثته تحرق، مقبول ولا مش مقبول؟ أنا ما نقبلهاش. أنا عندي صديقات وأصدقاء عزاز عليا، عشت معاهم في فرنسا بصداقة كبيرة وبمحبة كبيرة، وقت اللي دعوني أهلهم إلى حضور المأتم ما كنتش نتصور أنه باش تحرق. تأثرت برشا. حضرت على ناس تحرقت قدامك؟ ما كنتش نعرف، عيطوا لي قالوا لي فلانة ولا فلان المأتم تاعها في المكان الفلاني، ثم ناس مسلمين أيضا عملوها وأنا ما نحبش. أنا أعتقد اللي الدفن ولا في صلب الحضارة الإنسانية ورجوع الأرض، الأرض اللي جابتك تسترجعك. الترحم على غير المسلم، أنا نرحم على حتى الأحياء من دون الناس بالرحمة. الرحمة حاجة عظيمة. الرحمة هي أنه الله كأنه انتفت الأنثوية والذكورية ولا عنده رحم، ولا كيف أمك. أنا ترجمت الرحمن بالفرنسوية لو ماترنون، لو ماترنون ترجمتها لو ماترنون، الرحمن معناها اللي كما تسترجعك الأرض كما يسترجعك اللي أعطى فيك روحه. هل أنا إذا ترحمت على يهودي نعم يجوز لي ولا أرتكب معصية؟ في رأيي، في رأيي ما ترتكب معصية أبدا. عندي آية في القرآن؟ لا 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 لا، القرآن أعم من هكا برشا في حاجة. فلماذا يكفر الأشخاص؟ هاو باش يجاوب كل من يترحم على غير بعض. القرآن أرقى كلمة تعرفك وتعرفني وتعرف الوليدات اللي سألونا وكل، أرقى كلمة. ماهيش مسلم، ماهيش مؤمن، ماهيش مسيحي، ماهيش حكيم. أعلى كلمة هي إنسان. إنسان أكبر حاجة أعطاها لنا اللي ما عرفناش نتصرفوا فيها. هذيك في سورة الأحزاب قال عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان، ما قالش حملها المؤمن. وكمل الآية إنه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما جهولا معناه ما فهمش الثقل والقيمة متاع هالأمانة هذه اللي عطاله. الأمانة هي شنية؟ هي الفرق اللي هو الهفهوف بيني وبين الله. ساعات يحب يتعدى الحدود. وش معناها أكبر معصية في الـ في الـ في, الـ في القرآن، في عمق القرآن؟ معصية مش ما توضاش ولا مش صلى ولا حاجة. أكبر معصية هي تتعدى حدود الله، فمن تعداها فقد ظلم نفسه. وأجمل تعريف لهذا هو قولة سيدنا إبراهيم في القرآن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذوما لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما خرجوش من حدود الإنسانية متاعهم، تحملوا الحد الإنساني متاعهم وما تصوروش. شنية هي الحدود؟ القتل من حدود الله؟ طبعا تلك حدود الله. زواج المحارم، أمك وأختك وكل حرمت. ثلاثة حاجات ربي في الشرايع، ثلاثة حاجات برك قال: حرمت عليكم أمهاتكم، زواج المحارم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يا أخويا أكعو، أنا ثم كل الشعوب عندها قسم من الأطعمة ما تاكلهاش. أنا قلت لكم هاهم اللي أكلها السبع، واللي طاحت من جبل ودمغت، واللي كذا، هذوما أنا ربكم ما نقولكمش علاش. هذوما ما تقول. والثالثة حل البيعة وحرم الربا. الباقي الكل مسائل حدود متاعك ما تعدهاش. قل لي سي يوسف، زواج المسلمة من غير المسلم مقبول ولا غير مقبول؟ شوف الآية راهي نصيحة، واحنا نصيحة ثم آيات سورة البقرة واضحة. إيه أنا هي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن
ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك. هذه هي النصيحة، خير. أولا ساعة أنا نقرأ القرآن بالسياقات متاعه، معناها ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا. اي المشركات ماهيش نصيحة، أمر، هذا أمر شرعي. أنا اي نعم، لا لا هو نعطيك رأيي، رأيي اللي ثم آيات في سياق، تو باش تغشوا عليها برشا آيات سياق، اللي هي مثلا إنما المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام من عامهم هذا مثلا. اي تو معناها علاش المشركين موجودين في كل بقعة، هاوم السعودية جابتهم كعسكر وفي المسجد الحرام، هاوم تقبلوا شنو نعمل؟ فقهاء قولوا لي، هاو جاء بريل، جاء بريل للمسجد الحرام وهو مشرك، تقولوا مشرك خاطر المسيحيين اللي يمنوا أنه المسيح ابن الله سموه مشركين في القرآن بصريح العبارة في سورة التوبة. أي قالت هي ما هذا لا يفسد النص، لا تفسد هذه الممارسة وضوح النص، ربي قال لك لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. أنا بالنسبة لي قراءة القرآن وهذا العمل متاعي، قراءة القرآن ما زالت في بداياتها وربما لم تبدأ. ثم ناس يعتقدوا أنه كل ما هو فيه ما عندوش السياقات التاريخية. نعطيك مثال الصغار ذا رامي واللي يسألون السؤال، يقول لك إنما الصدقات تحق للرقاب، يعني العبيد. اي وين عندها؟ مازال عندي عبيد انا، وفيت العبيد هاو نتجاوزوها معناتها، هاو حرف في القران، هاو امر في القران، ثم ايات ما ورائيه وغيبيه وايمانيه، هذيك لازم تقعد. ما اقنعتنيش برشا سي يوسف، لانه اعتقد ان الايه واضحه، اعتقد ان وضوح الايه يشفع لها عند الفقهاء والائمه وقت اللي يجي يقول لك راهو خير. شو خير؟ ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. اي هوني علاش تعمل الشرك؟ علاش تعمل الشرك؟ على خاطر موجودة في سياق معين، وقت المشركين يحاربوا في الرسول على خاطر ما يحبوش من إله واحد، كما المشركين اللي ما عادش يدخلوا المسجد الحرام وهما النجس. شوالي القرآن هكا خاضع إلى أفكار لابد من التمييز من السياقات التاريخية ومن السياقات اللي تأسس الإسلام. أنا بالنسبة لي كل نص ديني وخاصة القرآن وأعلى منهم في هدايا القرآن هو الآية اللي تخرج دائما إلى اللب. اللب هو الإنسان. الإنسان ما قالكش امرأة ولا رجل، ما قالكش أسود ولا أبيض، ما قالكش مسلم ولا الإنسان إنسان. هذا هو اللي ما زلنا ما فهمناش القمة متاع لب القرآن. الهدف متاع القرآن هو الإنسان، وليس مؤمن معين ولا مسلم معين ولا جامع معين ولا حاجة، هو الإنسان كرمه على الناس كل لأنه إنسان ولأنه فيه من روحه بيه. وهذا اللي فيه من روحه قالك أنا مستعد نغفر له كل شيء. قالك أغفر له، هذا يوسف الصديق ولا الهادي زعيم، أنا مستعد نغفر له، قالك هكا. لكن اليوم هل يستوي الانسان اللي يصلي ويصوم ويعبد في ربي ليل ونهار مع انسان مين تعرف عليه نهار انسان كله يصوم ويصلي ماهوش ينافق وماهوش يسرق سكران ويسرق ويعمل وكل شيء والكل سكران يا ربي سكران سكران عنده حاجه اللي لابد ان الاعتراف به انه يظهر اللي هو سكران متعدي الدحدح وريحته اما ثم ناس اللي قاعدين يعملوا في اكبر الشرور وهما يصليوا ويصوموا وتقي وشد السبحة وكل شو نعمل؟ ما نعرفهمش شكون وما نتهم حتى حد. الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، ولي كل امرئ ما نواه، تربي باش حسبنا على نوايانا. يا ودي هاو الآخر من واحد شيء قال لك أنا كارجي قاعد طايح. يشفع له ذلك عند الله؟ يا ولدي ما تعرفش، علاش أنت تحط روحك مساعد لربي باش تحاسب؟ هو قال لك أنا مستعد نغفر لجميعا. اما ليش قلت لك انا مو فما منطق؟ هل يتساوى انسان يتفانى في عباده الله؟ يا ولدي ما نعرفش ما نعرفش صدق انا افترضت علاش ما تكونش متواضع كيف تقول ما نعرفش؟ انا نتصور انا شوف عندها حتى علاقه بالتواضع والغرور. افترضت انا انسانا يصلي ويعمل في واجباته ومستقيم مع الله وعند ناس واموره واضحه وانسان اخر وانسان اخر يعيش في الارض وانسان اخر يعيش في الارض فسادا نعرف ودواخله الاخر هل افترضت انها دواخل جيده؟ نعرف دواخله هل يستويان الزوز عند الله وقت اللي يا ولدي منين نعرف من الذي يستوي عند الله ومن الذي لا يستوي؟ واللي يقول نعرف
بجزم انا عندي انا ما يحشمش غير ناقص حياه مع الله من نار. سي يوسف راني افترضت انه فما انسان مستقيم ويعبد في ربي اي وفما انسان كافر عربيد اي الزوز يتمتعوا برحمه الله كيف كيف منعرف. هل يستوي الذين يعبدون الله والذين لا يعبدون الله؟ ما نعرفش. هل يستوي الذين هم خيرون والذين هم أشرار؟ ما نعرفش معناها دواخل الإنسان هذايا وهذايا فحوى رسالة الغفران نتاع المعري فحواها. ولذا شوف أنا بالنسبة لي أنه ما هو موقف الله مني يوم القيامة؟ عيب كيف نجاوب؟ عيب نحس روحي عيب. أنا شكوني أنا باش نجم نجاوب على إرادة الله؟ من اليوم بماذا تشعر تذهب من يفتي فيدخل الناس للجنة ويكفر الناس؟ لتو ما فهموش نسمين الإفتاء ربي ما حبوش. ربي ما يحبش الإفتاء؟ يستفتونك في الكلالة قل الله يفتي. حتى النبي قال ما تقولش ما تكونش مفتي. لا كيف سنستفتي الله؟ إذا اليوم أنا حاجتي بفتوى إلى من أذهب؟ هاو عندك التفكير بالاستخاره وكل معناها هذه الايه وايه اخرى قال له قداش عددهم جماعه اهل الكهف هذوك ثمانيه ولا سبعه ولا قالوا لا تستفتي فيهم احدا امر الرسول انا مش نقول لك انا بالضبط وانت ما تسال حد واضح الحديث معك اكثر من ممتع نعرفش الصغار اليوم هل لقاوا إن شاء الله أجوبة على برشا أسئلة وخاصة الأولياء يمكن أكثر من الصغار الأولياء ردوا بالهم على خاطر ساعات تولاتهم تهمني برشا وكما الحقيقة تهمهم وتهم أي مواطن تونسي صحيح وأي وطني تونسي بالنسبة لنا الذخيرة الكبيرة هي وليداتنا وربي يحفظهم. شكرا نشكرك برشا دكتور يوسف الصديق يعطيك الصحة نخلي لك كلمة الختام. أنا نشكرك كل مرة الذي المرة الثانية نجي بحذاك نشكرك على قوة الصحافي والاحترام العفو المقابل وبارك الله فيك هي قوة الأسئلة متاع الصغار لا لا, لا واحترامك للمخاطب متاعك يعطيك كل الصحة كل الاحترام لعلمك ولكتاباتك ولسنك ولقدرك ولمعزتك عند الناس كذلك يعيشك يبارك فيك علما وأنه أحيانا ما نعرفوا قيمة الناس كان بعد ما يرحلوا علينا إن شاء الله نخلي كان ذكرى به إن شاء الله يا رب إن شاء الله قبل ما نبدأ نحكيه على نهج يوسف الصديق وساحة يوسف الصديق بعد عمر طويل بتبعية الحال نرد شوية قدر لهذا الإنسان اللي أفنى عمره وهو يكتب وهو يحاول ونحب تونس نموت عليها حبتك تونس؟ أنا نحب تونس تونس حبتك ولا ليه؟ كانت تحبني خير تحبني معنا ماذا بي جابتني ديجا كونها جابتني هذاك حب كبير. شكرا المفكر والفيلسوف يوسف أسد كهربا تمشي كهربا تجي كهربتنا الجديدة وليس 619 تنجم تكون السيارة هذه من نصيبك سهل برشا ابعث حرف A على الرقم 85811 حرف A على الرقم 85811 جاوب على السؤال حظ سعيد للجميع.